شيخنا سؤال آخر، وهذا شوية راه شاغل ما الساحة، هو كيف يكون الجرح والتعديل؟ الجرح والتعديل؟ مانيش انا صاحبه. فهمتك. وماهوش معظم الدعاة، ربما بنسبة 95 قريب 98% ماهوش من أصحابه. الجرح والتعديل إذا كان يتعلق بالسند المتعلق بالرواية هذا له علماؤه وقد كتب العلماء فيه. صح، والآن الناس ماهوش محتاجين إلا المتخصصون الذين يوازنون بين أقوال العلماء عندما يختلفون في الراوي الواحد، فيوازنون ثم يطبقون قواعد الجرح والتعديل. قال نقدم الجرح على التعديل، هذا يتعلق بعلم الرواية. أما الكلام الآن، اي هذا هو الشيخ، الكلام الآن اللي راه يجري هو كله خارج، خارج الجرح والتعديل. والله الذي لا رب غيره ولا إله سواه. طيب أنت إذا كان إنسان يترك الصلاة هذا فاسق، وهذا حكمه باين. صح، إنسان يزني هذا فاسق إذا ثبت عليه الزنا. نعم، أو إذا تكلمت عليه أنا بلا ما جبت 4 شهداء في الشرع، أنا عندي أجلد يجلد هذا القائل 80 جلدة. يعني إذا كان قد خالف أمرا شرعيا واضحا، وهذه مثلا معصية كبرى، هذا راه فاسق، ليس عدلا. وإن كان الآن هذا يعني كثير من شروط العدالة التي ذكرها العلماء، وإلى يعني متى تتوفر في الشخص. إذا كان في أمور دقيقة، خلافات دقيقة جدا، ما دخل العامي فيها؟ هذا لم يزكى. أنت تريد أن يزكى كل الناس الذين القائمون بالدعوة في العالم الإسلامي؟ كم شخصا الآن يخطب في المنابر ويعلم الناس؟ إذا ظهر من الشخص معصية أو مخالفة لسنة أو إقرار على بدعة متفق عليها، هذا يبتعد عنه. لكن من الذي يتولى هذا وبيانه؟ بارك الله فيك. من الشيخ؟ من الذي يتولى هذا؟ كلام كله باطل. أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل، صح. أنا لا أريد، أنا باقي نبقى غير فهمت. أعراض الناس كثير من العلماء، بعض العلماء قالوا باللي بعض المتكلمون في الجرح والتعديل حتى الذين كانوا يتكلمون بإنصاف وبعلم هم أنفسهم قسمهم العلماء أقساما 3. هناك المتشددون حتى عندما كانوا يتكلمون بعلم، بعلم نعم، المتشددون والمتساهلون المتوسطون. فالعلماء النجباء والمحققون قالوا يعتمدوا على المتوسطين ولا يعتمدوا على المتشددين ولا يعتمدوا على المتساهلين. هذا عندما كان الكلام في الجرح والتعديل في موضعه، ليعرف الناس هل هذه السنة وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أو الفعل صحيح أو سقيم. أما الآن يا أخي كل من هب ودب صار يتكلم، والناس سب في الناس، والناس شتم في الناس، والناس هذا ليس شأنهم. يعني الكلام في هذه المسألة عندما كان بحق كان صاحبه على شفا جهنم. حتى ولو تكلمت في غيرك بحق ينبغي أن تنظر في الدافع لك، هل هو النصح لله ولرسوله وللمسلمين، أم هو مجرد الاستجابة لهواك لإسقاط خصمك. حتى ولو تكلمت بعدل وبحق وبإنصاف فينبغي أن تلاحظ الدافع لك. وقد يؤاخذ الله سبحانه وتعالى المتكلم لقصده هذا، وهو أنه ما رام خدمة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الآن يا أخي سبحان الله كل من هب ودب يجرح، ما لك وله. أنت إذا رأيت ارتكب مخالفة قال هذه مخالفة، هذه مخالفة معصية لله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن تنقب عليه. يا معشر من آمن بلسانه ولم يصل الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين أوشك الله أن يتتبع عورته حتى يفضحه ولو في عقر داره. فنأخذ الناس بظاهرهم، وإذا كانت هناك مخالفة ننبه عليها. ومعظم الناس إذا عرفوا يعرفون المخالفات اللي يعرفوها المسلمين، أما الباقي مما فيه أخذ ورد وفيه تدقيق هذا يترك لأهل الشأن ولسنا منهم. ولهذا ابنهم يسلم لسانه، يسلم له لسانه. من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. وهذه أريد أن أختم بها في هذه المسألة. ربي عز وجل عندما ذكر الصلاة والزكاة قرينتها فصل بينهما باللغو، ترك اللغو، واللغو ما لا فائدة فيه. أما الذي فيه كثير من الناس الآن موش لغو، هذا وقوع في أعراض الناس. قال الذي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لم يذكر الزكاة وهي قرينة الصلاة، فصل بينهما باللغو والذين هم عن اللغو معرضون. ليه؟ لأن الصلاة التي ناجيت فيها ربك
وسكت عن المباح، ينبغي أن تقودك إلى أن تكف لسانك عن أعراض الناس فتكفك عن اللغو. ولهذا ذكر اللغو بعدهم، بعد جاب والذين هم للزكاة فاعلون، ثم قال والذين هم لفروجهم حافظون. فأول ما تثمره الصلاة فينا لو لاحظنا معناها أننا نكف ألسنتنا عن اللغو فضلا عن المحرم، وهو الوقوع في أعراض الناس. وأعراض الناس هي إحدى الكليات الخمس التي قيل إن الأديان أطبقت عليها، الدين والنفس والعقل والمال والعرض. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.